أصحاب السعادة والمعالي، الحضور الكرام، سيدتي وسادتي، إنه لمن دواعي سروري ويشرفني أن أتحدث في هذا المؤتمر العالي المستوى. كما سبق ورأينا في الجلسة الافتتاحية باسم المفوضية الأوروبية، يسرني أن أمثلهم هنا مرة أخرى المرة الثانية إذن. ويمكنني أن أقول أن القمة تحقق نتائج أفضل مع كل دورة، وذلك بفضل العمل الدؤوب الذي يبذله رؤساء اللجان. إذن اليوم سوف أتحدث قليلا عن الحراك والاستدامة العالمية، وهو الموضوع الذي تنعقد حوله هذه القمة، وكيف تتحقق بفعل الحراك. إذن الحراك هو من بين الخصائص الأساسية للمجتمعين، وهي يطلع بها كل من المهاجرين والطلاب، والكل يصبح أكثر حراكا ويتحرك أكثر عبر الحدود. إذن الحراك يؤدي إلى الفرص، ولكن أيضا التحديات. بالنسبة للصناعات، الحراك يفرض تحديات إضافية على الاستثمار وعائداته، وأيضا بالنسبة لتنقلية الحكومة، الأمر يتعلق بالتوصل إلى توازن بين تسهيل التنقلية والحاجة إلى تأمين الأمن. إذن السياسات والتنقلية على المستوى الدولي في هذه الحال، على المستوى الإقليمي بالنسبة للاتحاد الأوروبي، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المخاوف التي يشعر بها مختلف الأطراف. بالتالي أين نحن على مستوى الاتحاد الأوروبي في عالم عالمي بالنسبة للتنقلية؟ كما تعلمون الآن نحن نجمع 28 دولة عضو، ولكل منها إطار وطني، ولكننا حاولنا أن نعتمد سياسة جماعية إقليمية من شأنها أن تحتوي على مبادرات واضحة حول التنقلية وإدارة الحدود والأمن. إذن أول أهدافنا هو تسهيل التنقلية، تنقليات المواطنين. حرية التنقل هي مبدأ أساسي بالنسبة للمواطنين في الدول الأوروبية. بالتالي التنقلية تعني إزالة الحدود والسماح للمواطنين بالتنقلات وممارسة حقوقهم بالتنقل بين الدول، بهدف إيجاد فرص عمل وتعزيز التنافسية. وهنا تدخل منطقة الشنغن في اللعبة. إذن هذا مهم جدا، ولكن الوجه الثاني والمهم للتنقلية في الاتحاد الأوروبي هو هجرة أو تنقل اليد العاملة، وذلك يعني توفير التنافسية وبالتالي النمو والاستدامة. إذن هناك طلب كبير في بعض الدول الأوروبية. مثلا نقدر أن أوروبا قد ينقصها بين 400,000 و700,000 عامل في مجال تكنولوجيا الاتصالات في العام 2015. إذن بالعام بحلول العام 2020 سوف ينقصنا 2 مليون عامل في المجال الصحي. بالتالي أوروبا وسائر مناطق العالم يجب أن تكون مستعدة لتلبية هذا الطلب. بالتالي تقع على عاتقنا مسؤولية بناء الإطار التشريعي لتوفير ذلك. كذلك يجب أن نعزز تنقلية سياستنا الخاصة بتأشيرة الدخول. ومنذ العام 2010 اعتمدنا هذه السياسة الجديدة التي تعتمد على شفافية أكثر ومرونة أكثر، واعتماد المزيد من القواعد التي تسهل التنقلية. ونحن نشجع شركائنا تقديم الطلب للحصول على ذلك. إذن التنقلية يجب أن تكون من دون حدود، ولكن في الوقت عينه يجب أن نحمي أمن الحدود. ونحن نعتقد أن زيادة التنقلية وزيادة الأمن يجب أن يتمان معا، بالتالي من أجل توفير الفرص من جراء ذلك. إذن الاتحاد الأوروبي قد اعتمد استراتيجية جديدة على مستوى الأمن الداخلي، وهو يعني انتقال
إلى الأمن الأوروبي، وذلك في 5 مجالات أساسية نود أن نعمل بالشراكة مع شركائنا. ويسرنا أن الأوجه الخمسة قد ذكرت هذا الصباح وتم الحديث عنها. إذن مكافحة الجريمة المنظمة ومجاجحة الجريمة، مكافحة الجريمة الإلكترونية أيضا، وإدارة الحدود المتكاملة. إذن في هذا المجال اسمحوا لي أن أقول بعض الكلمات، لأن الكثير مما يحصل في أوروبا يعتبر مثالا، وأنتم تعلمون أننا أعلن فرونتكس مؤخرا، وهي الوكالة المعنية بإدارة الحدود، وقد اعتمدت نظام مراقبة حدود جديد، وقريبا سوف يتم اعتماد نظام جديد لدخول الحدود، وسوف يدخل حيز التنفيذ قريبا. وفي هذه المجالات نعتمد على الشراكة الوثيقة مع الصناعات التي هي ممثلة بشكل جيد هنا اليوم. كيف نتحدث عن التنقلية والأمن من دون أن نتحدث عن الخصوصية؟ نحن نعلم أن هذه خاصة مهمة جدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وأود أن أتحدث عنها باختصار، لأنه في مجتمعنا العالمي الذي يتمثل أو يتسم بالتغير والتبدل السريع، حماية الخصوصية مهم جدا، وعلينا أن نتشاطر المزيد من المعلومات ونحمي البيانات أكثر في الوقت عينه. ومرة جديدة هنا ينبغي استخدام التكنولوجيا من أجل مساعدة الحكومات على إعادة بناء ثقة المواطنين بالسياسات العامة واستخدام الخدمات الحكومية. وهذه نقطة تحدث عنها سيد كوربي بشكل مفصل هذا الصباح. إذن من الواضح أن ما من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو حتى في العالم استمكنت من مكافحة هذه التحديات والتهديدات بنفسها ولوحدها. لذلك أوجدنا المنظمات الإقليمية والدولية التي تتدخل، بالتالي فإن التعاون الإقليمي الدولي مع الشركاء بالغ الأهمية من أجل التأكد من أن كل الجهود التي ذكرناها يمكن أن تنفذ وتنفذ على الأرض. وبالتالي الاتحاد الأوروبي اعتمد سياسة جديدة تسمى جام، وهو إطار للتعاون بين الدول من أجل إدارة الهجرة والأمن والتنقلية، وقد بدأنا بتطبيقها مع الدول المجاورة، والآن نوسعها لتشمل دول أمريكا اللاتينية والآسيوية. وأود أن أدعوكم للنظر في هذه السياسات. لقد اعتمدنا شركات خاصة بالتنقلية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، كانت مالية، لوجستية أو إدارية، لتأمين حراك المناسب للأشخاص بين دول أعضاء الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى المعنية. سيدتي وسادتي، اسمحوا لي أن أختم بالقول أن التنقلية تعتبر عملية معقدة ولكن مهمة جدا في إطار عالمنا المتصل، وفي إطار تنفيذ سياساتنا ينبغي أن نقوم بذلك بالتعاون الوثيق، ليس فقط مع الحكومات، ولكن على الوكالات الحكومية أن تتعامل وتقوم ببناء الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص. الكثيرون منكم اليوم يمثلون أعمال تجارية، يعملون من أجل بناء أنظمتنا الخاصة بتكنولوجيا المعلومات بطريقة فعالة ومناسبة والضمان في الوقت عينه نسبة أو مستوى أمن عال. إذن الأساس اليوم هو التأكد من أن التنقلية والأمن وحماية البيانات لا تتعارض مع بعضها البعض، وذلك يتم بطريقة مستدامة من أجل احترام القواعد والقوانين وأيضا مصالح القطاع الخاص. أنا متأكد من أن القمة هذه سوف تساعدنا على تحقيق ذلك وتعزيز التعاون أكثر فأكثر بيننا وبين القطاع العام والخاص. وشكرا جزيلا على حسن الإصغاء.